السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم مشاهدينا مشاهدي قناة المحور في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم مطبخ عظيمة. النهاردة إن شاء الله إحنا طبعا جالنا طلبات كتير من حضراتكم على الصفحة، صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي. جات لنا طلبات إنه عايزين وجبات صحية، فبدأنا الحمد لله إن إحنا نحاول ندخل كده في حلقاتنا اللي جايه ان شاء الله بعض الحاجات الصحيه علشان اصدقائنا اللي طالبين ده. فاحنا النهارده هقول هاكل منيو قبل ما نشوف صفحتنا ونتصفح فيها. هنعمل النهارده فته اللبناني بالزبادي، هنعملها بالزبادي بطريقه لطيفه جدا، وهنقول اللي عايز يعملها صحيه. هي في جزء منها بس اللي مش صحي اللي هو فيه القلي بتاع العيش، لكن ممكن نقول البديل بتاعه هيكون ايه للناس اللي حابه تاكلها بطريقه صحيه. طيب هنعمل الكوكيز، بس الكوكيز ده مش خاص بالاطفال قد ما هو خاص بالاطفال اللي عندهم سمنه والكبار اللي حابين ياكلوا حاجه فيها افاده ليهم، سواء للحفاظ على الوزن او حتى ان احنا بنحب الحاجه دي فاحنا عايزين ناكلها بشكل يكون مقنن، يعني اشيل من المكونات دي الحاجات اللي بتساعد على التخن وتساعدني ان انا ابدا اخزن دهون واستبدلها بحاجات تانية صحيه اكتر عشان اساعد نفسي ان انا احرق كتير. فهنعمل كمان عصير لطيف هينفع للاطفال جدا، محبب قوي للاطفال وللكبار، بس ده يدي طاقه ويدي شويه للاطفال اللي بيعملوا تمارين سباحه او اي نوع من انواع الرياضات اللي هم بيحبوا يروحوا بيها النادي. فاسمحوا لي الاول افكركم بصفحتنا، احنا الصفحه بتاعتنا مطبخ عظيمه بالعربي دي صفحتنا لمشاهدينا الكرام اللي هم حابين يشوفوا الصفحة. بنزل سكرين شوت من المقادير ونزل كمان اللينكات أو اللي هي الخاصة بالفقرات بنقسمها في الحلقة. أنا عملت ثلاث وصفات بنقسمهم وننزلهم على الصفحة بحيث أن حضرتك تلاقي سكرين شوت من المقادير وتلاقي كمان الفيديو. لو لا قدر الله ما فتحش لأي سبب ابعتولي بس وأنا هبعته لكم من على صفحتي الشخصية، ما فيش أي مشكلة خالص، ده موجود وده موجود، بس إحنا هنا ما بنكتبش الطريقة، بيبقى صعب إن احنا بنرفع الفيديو فبيبقى اوريدي هو فيه الطريقه. طيب خليني اقول ان انا عندي الاول اهداء، عندي النهارده تهنئتين. التهنئه الاولى انا بهني فيها الاول ادم محمد اسلام بمناسبه عيد ميلاده، هو تم سنه حبيبي، ربنا يا رب العمر كله ليك يا ادم يا حبيب قلبي، ويخليك لباباك ومامتك، مامتك داليا صاحبتي وحبيبتي وجارتي، ويخليك لاختك فريده، ويعني كل سنه وانت طيب. ما لحقتش اشوفك بس انا اكلت من التورته بتاعت عيد ميلادك، جات لي طبعا وبعتولي منها، لكن اكيد هاجي لك عشان ابوسك واحضنك واقول لك كل سنه وانت طيب عقبال مليون سنه. جات لي كمان تهنئه، الحقيقه هي لمست قلبي قوي الكلمات اللي بعتتها المشاهدة الجميلة دي، فاسمحوا لي أنا هقراها لكم. هي بتقول: عظيمة، أنا من أشد المعجبين بيكي، أنا ماما متوفية وبعتبرك أنتي مامتي، أنا بس عايزاكي توجهي الرسالة دي لإخواتي وتقولي لهم أن دي من أختكم سمر، أنا بحبهم قوي قوي وبحب بابا كمان، بابا ده رجال محترم، لأنه بعد ما ماما ماتت هو رفض أنه يتجوز، وربنا يخليه ويديله الصحة. اسمه محمود علي عبد الغفار، وإخواتي هم زهرة زهوة وكريم ومؤمن وراي راي مساء، يا رب أكون نطقته صح، راي مساء، ودول إخواتها وهي بتتمنى لهم، يعني بتحبهم قوي بتتمنى لهم السعادة وبتشكر باباها جدا. وأنا من خلال برنامجي مطبخ عظيمة أنا بشكر حضرتك وأنت مثال فعلا للأبهات اللي يعني مش عارفة أقولك إيه، بس ربنا يديك الصحة والعافية يخليك ليهم وتسعد بيهم ويجعلهم السند ليك في الدنيا والآخرة يا رب. طيب أنا دلوقتي هبدأ أقول لحضرتك إحنا هنعمل إيه. إحنا هنعمل الفتة اللبناني بالزبادي، هي فكرتها لطيفة جدا بس طعمها حلو، فكرة جديدة في تسوية الفراخ. طيب قبل ما ننزل بالمقادير هقول لكم الاول على حاجه لطيفه جدا. احساس الامومه ملوش علاقه اطلاقا بالسن، يعني انا ممكن استشعر ده تجاه حد من اصدقائي او من صحباتي او من جيراني او حتى اختي، مش كل اختين ينفع يبقوا اصدقاء ومش كل اتنين اصدقاء يصلح انك تشوفي وتلمسي فيها الاخت. فالامومه ملهاش علاقه ابدا بالسن، ليها علاقه بالاحساس والمشاعر. أنا بشكرك على إحساسك ده جدا وربنا يسعد كل أيامك حبيبتي. طيب الفتة اللبناني ننزل بالمقادير، عندنا كيلو من الصدور الفراخ أو
المخليه، او عندي فرخه وانا خليتها ولو خدت العظم بتاعها اقول لكم تعملوا منه شوربه لطيفه جدا. عندنا توم مفروم، عندنا كوبايه من عصير الليمون، يفضل الفريش طبعا بلاش تستخدمه الجاهز. عندنا ملح وفلفل، رز بسمتي ابيض، عندي عيش لبناني محمص، انا هحمصه في الفرن او هحمره، زيت زيتون، خليط الزبادي هو عباره عن ايه، انا عندي كوبايتين من الزبادي، هخلط عليهم فص ثوم واحد ورشه ملح وهقلبهم واحطهم في الثلاجه. عندي لوز محمص وزبيب وبابريكا، ده للتزويق او تتقدم بيها الطبق. هقول تاني، عندي كيلو صدور من الفراخ المخليه، عندي توم مفروم، كوبايه عصير ليمون، ملح وفلفل، رز بسمتي ابيض، عيش لبناني محمص، زيت زيتون، خليط الزبادي هو عباره عن كوبايتين من الزبادي، توم مفروم، رشه ملح، وعندي لوز محمص وزبيب وبابريكا. واسمحوا لي اهدي الوصفه دي تحديدا لحماتي، لان هي بتحب جدا الفته اللبناني اللي بالزبادي، وعاده لما بروح لها بتحب قوي ان انا يعني اعملها، حتى لما بنتعزم عندها وتبقى عامله لنا حاجات كتير لطيفه، انا الحقيقه بعمل الطبق ده وباخده لها معايا عشان هي بتحبه قوي، بتحب تاكله. طيب هحط دلوقتي انا العيش ده، لو هعمله بطريقه صحيه، انا عايزه اعمله بطريقه صحيه، انا برضو عايزه احط شويه منه في الفرن، خلينا نبقى خاطبنا كل الناس حبايبنا. على صينيه كده هاخد جزء منه تحمير وجزء منه احطه كده على صينيه، مش هعمل فيه حاجه خالص غير اني ادخله الفرن على الشبكه في النص علشان ياخد تحميصه، وده لو انا هعملها صحيه. خلاص انا مش هحمر العيش، انا هحطه في الفرن. هجرب كده مع حضراتكم وانا معاكم، فكروني بس يا اولاد بعد اذنكم عشان ما يروحش مني. وبعدين هحمر شويه الباقيين عشان هم يعني الجزء اللي مش هيبقى صحي او اللي هنقدمها بالطريقه العاديه للناس اللي بتحب ان العيش يكون محمص محمر. يعني انا كل اللي عملته، انا جبت العيش اللبناني ده مش التخين الرفيع الكبير، وقصيته شرايح بالطول او بالسكينه او بالمقص لو عندنا مقص مطبخ، وبعدين هحطه هنا انزله في شويه زيت. الزيت اللي بعد العيش ده انا اقدر احمر فيه اي حاجه انا عاوزاها، لان ده في الاخر عيش وما بوظليش حاجه في الزيت خالص، ممكن احمر مكانه بطاطس، احمر مكانه اي حاجه. بس دايما خلينا نقول لو حمرنا طعميه، كفته، الحاجات دي خلاص ما بينفعش ان احنا يا اما نخصصها لنفس الحاجه يا اما خلاص الزيت ده لازم يتغير، وعلى الاكثر يكون مرتين. انا بس بحمر اول حاجه العيش مع حضراتكم كده، ومش المفروض يتحمر كتير، اول ما يديني اللون الفاتح كده اشيله، لان هو اما بيطلع وهو سخن بيزيد كمان في التحمير فبياخد لون اكتر، انا مش عايزاه يبقى غامق جدا، عايزاه لونه ذهبي. خلاص وانا دخلت الفرن اهو شويه، بس امسح الزيت اللي وقع. طيب عندي خطوه تانية مهمه جدا للفراخ، هي ايه بقى؟ انا المره دي مش هسلق الفراخ. عاده الناس اللي بتحب تعمل الفته دي بتسلق الفراخ، الفرخه وتسلقها بالطريقه العاديه، بصله وطماطمايه وملح وفلفل وشويه حبهان وحركات. انا الحقيقه هسويها في الليمون، ودي طريقه شاف يعني مش مصريه هي اللي قالت لي عليها، وقالت لي بصي عظيمه احنا بنسويها في صدور الفراخ دي، بنسويها في الثوم وعصير الليمون بس. طب ما بتتبخرش؟ لا ما بتتبخرش، لان انا بهدي عليها النار وبغطيها تتسوى على البخار، وهعملها بزيت الزيتون. يعني هي يعني تسويه الفراخ دي في حد ذاتها تطهير للفراخ جدا، بتدي طعم وتست عالي جدا، كمان بتتسوى فيها وبيبقى ليها طعم مميز حقيقي مميز. انا احط كده شويه من زيت الزيتون رشه، كل اللي بعمله ان انا الصدور بديها رشه ملح وفلفل، وده زيت زيتون اهو، احنا كده ماشيين مع بعض، يصلح صحي ويصلح للناس اللي بتحافظ على انها تاكل اكلات تكون مش دسمه قوي، وانا معاكم جدا في الحاجات دي، لان احنا في حاجات كتير قوي في حياتنا بنضطر ان احنا يعني ايه نخرج كده عن الاطار، بنبقى بره معزومين، بناكل بره، بناكل اكل فاست فود. انا شايفه ان يعني نحاول على قد ما نقدر في البيت نتحكم. في مشاهده جميله قالت لي على بنوتتها، هي بنوته صغنونه بتعاني من سمنه في حاجات، خليني اقول لك ان شاء الله ابتداء من الاسبوع اللي جاي نعمل وصفات، بس خليكي تغيري معاها اسلوب، انه زي ما اتفقنا الرز يبقى على بني، الرز بني، استخدم المكرونه البني، نبدا نمنع الحاجات الفاست فود اللي هي المقليات كلها امتنع عنها، نبدا نعوضها بالفرن، وبتبقى تسويته رائعه، احلى ناجتس، احلى فراخ مقرمشه، احلى احلى كل ده. اهم حاجه التتبيله مظبوطه، تاخد وقتها يدخل الفرن هيطلع لك كانه مقلي، بل احسن وصحي اكتر. فخلينا برضو يبقى مشاهدينا اللي حابين يتابعونا يجربوا ويجوز يعجبهم الطعم، لكن لازم نبعد تماما، دي طفله
في فتره نمو، صعب قوي ان انا اوديها لدكتور تخسيس واقول له امنعها من ومن ومن ومن، لان اصلا احنا كبار في ناس ما بتقدرش، فحرام دي فتره نمو بالنسبه لها، هي محتاجه تاكل حاجات مفيده جدا. ما اقدرش امنعها لكن اقدر اقنن، واجي بعد الساعه 7 ما اخليهاش تاكل حاجات فيها نشويات، ابدا بقى ادخل لها طبق زي ما احنا قلنا في سلطه، في طماطم وخضار، عليه تونه، عليه ليمون، افتح نفسها اسلق لها بيضايه واقطعها، يبقى هي خدت ده مع ربع رغيف من العيش الاسمر البلدي، تاخد الفايده بس في نفس الوقت قننت لها شويه، خليت اسلوب حياتها ماشي طبيعي بس مش محرومه من حاجه ومش فرض عليها، ولا ما تاكليش دي كلي ده ولا بلاش ده وبلاش ده، دي هتتضايق جدا جدا. والاطفال يعني ايه، مبقوش الجيل اللي بيستسلم، احنا كنا جيل يمكن بنسمع الكلام وبنستسلم، فخلينا نخاطبهم بطريقتهم عشان ما نظلمهمش برضو. طيب هحط رشه فلفل ورشه ملح، هقلب كده تاني على الناحية التانية، وبعدين فلفل كمان. بصوا بقى انا عندي هنا الثوم وعصير الليمون، حوالي 10 فصوص ثوم على النص كيلو، هي الفكرة كلها في التيست بتاع الثوم اهو، خلاص انا مش عايزة احمره ولا حاجة، انا بس كده اللي هو ايه، مش عايزة لا اخليه متحمر ولا حاجة، انا بس هديله تشويحة مع الفراخ كده. وبعدين هنزل عصير الليمون كده، بسم الله. بصوا بقى، عايزة اقول لكم الريحة دي الجيران هيخبطوا، انتوا عاملين ايه النهاردة؟ الريحة بتاعتها قوية جدا، مفيدة جدا. الصوص ده مش انا هوطي بقى النار عليه، خليني بقى احطه كده، انا هغطي كده وههدي النار، وده علشان ما يتبخرش مني الليمون اهو. وادي العيش انا حطاه هنا، خلاص بدأ ايه يتحمر التحميص اهو، وحطه التاني في الفرن برضو علشان نخاطب الناس اللي بتحب طعم التحمير، الناس اللي بتحب طعم المحمص اللي في الفرن. اوكي، اصلا اي عيش بيبات عندك او انت حاسه ان هو خلاص ايه ده محمصيه في الفرن، بيتاكل جنب اي حاجه، جنب جبنه بالطماطم، جنب اي حاجه هتعمليها، شويه شكشوكه، شويه بيض مقلي، العيش المقرمش ده ليه ناس بتحبه جدا وليه امزجه في الاكل، فما تقولوش ده ادم هنديه لحد، او يعني تقدروا تجددوا منه وتعملوا منه وصفات لطيفه ويتاكل بيه، بيبقى حلو قوي مقرمش، لما بيتحمص بيضيع الريحه والطعم اللي انتوا بيبقى مضايقكم فيه لما بيبات. طيب انا اهو مش عايزه احمصها بقى كتير، انا عايزاه يبقى طالع لونه ذهبي وفاتح علشان بيبقى شكله حلو، وهحطه في جنب. وبعدين الخطوه الثانيه هشتغل في الرز جنب حضراتكم، رز ابيض بسمتي عادي، وده برضو من انواع الرز المفيده، لكن مش زي طبعا الرز البني، لو احنا هنستخدمه صحي اكتر هيبقى الرز البني افضل، لكن لو انا هاخد طبق صغير كده مفيش مانع ان انا اخده معاه من الرز البسمتي او الجاسمين رايس، ده حلو قوي طعمه حلو قوي. طيب طلع بقى العيش عشان هو، بصوا بقى الدرجه بقت ايه، انا لو سبته اكتر من كده هيغمق عن كده، انا مش عايزاه يبقى غامق قوي، انا عايزاه يبقى درجته حلوه وذهبي كده كده، بسم الله، على مناديل اهو، من السخونيه كمان سخونيته بيغمق درجه، فانا لازم ابقى عامله في اعتباري ان هو ما يتحمرش اكتر من كده معايا في الزيت، فانا احطه فيغمق اكتر. السوريين بيعملوا بيحبوا، انا دقتها عندهم بصراحه خرافه، اكلهم خرافه، بس من صديقه كانت صديقه اختي سوريه وعملت لنا الفته دي السوري، بس هما بيخلطوا الطحينه بالزبادي. نعم الفراخ. طيب ممكن ننزل مقادير، كانت ام جوزيف حبيبتنا طلبت كفته الفراخ، خليني اقلبه تقليبه بس كده علشان ايه، هننزل مقادير كفته الفراخ تاني ام جوزيف حبيبتنا عشان تشوفيها برضو، ومدام سهام كانت طالبه ايه
القرص الطريه نزلها الطريقه واوعدك هعملها لك تاني مدام سهام والله. حاضر، انا عينيا ليكوا كلكوا بجد. همسح بس كده. اوكي طيب. ارفع دي هنا، هبدا بقى احط زيت نباتي. نعم. طيب معانا مقادير كفته الفراخ، هي نص كيلو من الفراخ، هفرمها فرمه في الكبه، احط عليها كوبايه من البطاطس المهروس، يعني بطاطسايه واحده يا مجازيف على نص كيلو بطاطسايه كده وسط، اسلقها واخليها وابشرها خلاص. لازم تبرد. كرفس مفروم وبصل باودر وتوم باودر، وعندي بيضه واحده واربع معالق دقيق او ثلاث معالق على حسب، وملح فلفل بهارات دجاج جوز الطيب، وايه اللي تحت ده يا ولاد عشان انا مش شايفه. السن له حكم. واحد معلقه كبيره زبده لدى الطعم يا ام جوزيف. بس ده امتى؟ لما نيجي نحمرها نحط معلقه زيت ونخلطها بواحده مكعب زبده، يعني ده للاختياري يعني للطعم، لكن دي اساس كفته الفراخ. جربيها وقولي لي رايك فيها ايه، علشان انتوا في رز تاني؟ فين؟ هنا ولا هنا؟ هنا؟ نزلتوا بالصوص. طب يلا تينو فين؟ ثانية واحدة، البسمتي انا بس بشوفه فين حاضر بتكلم حاليا بدور على حاجة. طيب على الأرض؟ فين؟ العلب؟ بسمتي؟ ماشي. لا لا خالص، ليه ما في اهو تمام، بس انا هزودهم. ده مصري لوحده. طيب ماشي خلاص، ارجعوا يا اولاد. ماشي انا معاكم يا حبايبي، انا ما قلتش حاجه والله. ماشي يلا ارجعوا. لقيته واخيرا لقيته. يلا انا بحط ايه، حطيت الرز ورشه من الملح وعملت زيت نباتي. اللي عايز يطعم بمكعب زبده يبقى ده مش صحي يطعم، مش عايزه يبقى هيعمله كده. والطريقه دي على فكره قريبه من الطريقه اللي على البخار. خلاص سخن بس الكاتر اهو، تقليبه كده لطيفه، معلقه الزيت النباتي. سخن بس الكاتل مع حضراتكم عشان نحط ميه سخنه. طيب ناخد بقى القرص اللي بالشمر عشان مدام سيهام كانت طالباها فعلا، وهنعملها لها برضو عملي. حاضر تاني. قرص الشمر فين يا ولاد؟ خليني انا بس عشان ايه الميه تسخن احطها سخنه. بصوا بقى الفراخ بدات الصوص، الريحه بدات تطلع بتاعت الليمون مع الثوم. دي القرص بالشمر، عندي كيلو دقيق، كوبايتين من السمنه تكون نوعها حلو، سمنه بلدي او سمنه احنا يعني بنحبها، معلقتين كبار من الشمر دول باخدهم على طاسه على النار عشان احمصهم يدوا الريحه الحلوه، معلقتين كبار من الخميره، باكو بيكنج باودر يعني 10 جرام تقريبا، معلقه صغيره ملح، وكوبايه ونص من اللبن الرايب، وعندي بقى الحشو، ممكن جبنه قريش، جبنه بيضة، اعمل بقى اعملها ساده، احشيها اي حاجه احنا عاوزينها، دي حاجه ترجع بقى لحضرتك. طيب وفي زيت زيتون، ده بقى لما عملناها مع الجبنه، احنا قدمنا الجبنه القريش معاها زيت زيتون، وحطينا عليها ساعتها الدقه السوري اللي كانت حلوه قوي، عملناها بالفستق وعملناها بالسمسم وعملنا لها التوليفه الحلوه بتاعتها دي. فخليني بقى اضيف الميه هنا. بسم الله الميه هنا سخنه بقى اهو، بسم الله. الفكره من الرز ده هيطلع طعمه حلو قوي، وفكره كانه مسلوق بالظبط، وانا ما اضفتش اي دهون. انتوا رحتوا فين؟ ماشي كده. اول ما يغلي غلوه، احنا قلنا كل كوبايه رز بسمتي كوبايه ونص من الميه، عكس المصري خالص. هغطي بقى كده، هيغلي غلوه لان هو اوريدي الميه فيه سخنه، وهوطي النار، اهدي النار عليه خالص. ودي هنا الفراخ اهي، بصوا بدات بقى تغلي، هي الريحة بقى طبعا ريحة التوم غير عادية، التوم ده مفيد جدا جدا، وانا يمكن بفضل انه لما ينزل في المواسم بتاعته افضل خزنوه، يعني خدوه كل كيلو توم عليه نص كوباية من الزيت النباتي، اضربوه في الكبة واعملوه في اكياس تلاجة، وده العيش المحمص
اللي احنا حمصناه. بصوا كده ده صحي 100%، انا ما حطيتلوش زيت، خليني احطه جنب ده كده شويه. اوكي، وبعدين هنبدا بقى. انا هنا خلاص هيبدا يغلي الرز، خليني اهدي النار عليه عشان اعلي دي الاول، نهدي بقى كده. اوكي، ده لون، ده لون اللي احنا محمرينه، وده لون اللي احنا محمصينه في الفرن، ده المحمص. في فرق، بس التحميص طبعا بيدي طعم برضو حلو جدا في الفرن، فاحنا يعني ايه ما نستسهلش، اللي حابب ياكل حاجه صحيه 100% يحمصه. طيب نيجي بقى الرز هنا اهو، بس انا عايزه اتاكد ان النار دي هديت. هديت، تمام. اوكي، طيب الخطوه اللي بعد كده، انا طبعا مجهزه، هوريكم شكل الصوص بتاعت الصدور، استوت وفي ستال صوص، انا بس عايزه احطه مع دول واعلي عليهم بقى شويه عشان هيستوي الصدور دي اساسا، عشان فيليه بتستوي فورا. خليني اشوف كده الايه هنا، احطها بقى في وسط دول كده. ونضيف عليهم الصوص اللي فات، دول كنا مجهزينهم معانا. مدام سميره، يا اهلا وسهلا. اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ ازي حضرتك؟ وحشتيني يا حبيبتي. وانت كمان حبيبه قلبي والله. عامله ايه مدام سميره؟ تسلم ايدك يا حبيبتي على الفته اللبناني دي، جميله بحبها. ربنا يخليكي حبيبه قلبي، تسلمي لي يا رب. كل حاجتك جميله يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا والله، انتوا بس اللي مدلعيني والله يا مدام سيهان. لا يا مدام حبيبتي، انت احلى عظيمه بجد. ربنا يخليكي ليا يا رب. بقول لك يا حبيبي، انا بعت لك الاوديت قادر على الصفحه. طب حالا نشوفها. حالا صفحه مطبخ عظيمه يا اولاد، في تطبيق جنة على اوديت قادر. بقول لك يا حبيبتي، قولي لي. بالنسبه في عينب دلوقتي في السوق، عايزين الزبيب من عينيا. ممكن؟ ممكن. تسلم عينيك بس كده تؤمري. حاضر، الله يخليك. وفي سؤال تاني، بالنسبه للقرص السريه، يعني ممكن استعمل الزيت بقى كوبايتين زيت بدل السمنه؟ ممكن طبعا. ممكن طبعا، يعني هو اصلا اللي بنشتريها من الفرن تبقى بالزيت اصلا يا مدام سميه. انا عارفه عشان الصيام تقصدي، عشان حاضر. ممكن بالزيت طبعا. طبعا ينفع. ينفع حبيبتي طبعا. تسلمي يا روح قلبي على كل حاجه. تسلمي خالص لايه يا ولدي. حبيبتي معانا مريهام النهارده. وشيرو واخده اجازه يا مدام سمير، فلسعت مننا. جميل الحقيقه. معانا استاذ احمد مطاوع، ربنا يخليك حبيبتي. تسلمي لي يا رب، اشكر حضرتك. تسلمي لي، شرفتيني. اتفضلي يا فندم، مع السلامه. حاضر، من عينيا. نعمل الزبيب والله، انا يعني اي حاجه انتوا تطلبوها انا اعملها لكم من عيني الاثنين. طيب انا بس حطيت دي هنا وزودت شويه وسبتهم بقى يغلوا مع بعض في الصوص، هيبقى حلو. ده هيتشرب بيه العيش فيما بعد، هتبقى رائعه ويدي صوص كده مزز. عندنا كمان جيراننا اللي انا يعني حبايبنا بيحبوا قوي الفته اللبناني دي، فاحنا يعني ما نعملها مش هننساكوا ابدا والله. معرفش انا يمكن بحب قوي فكره ان احنا لما يبقى عندنا جيران كده ناس كويسه، وفكره زمان علاقتنا بجيراننا وعلاقتنا باصحابنا كان في ود كده، وكان اللي يذبح يبعت، واللي نعمل في العيد ننزل، يعني الحاجات دي اعتقد اولادنا ما بقوش، يعني الجيل ده مفتقد الحاجات دي شويه. بس انا والله بحاول اقول ادعي انه يعني ربنا يوفقهم دايما في جيره كويسه، في اصدقاء كويسين. دي دعوه بقى الواحد بقى يجتهد دلوقتي انه يدعي ان الحاجات دي تمشي كده من عند ربنا. طيب احنا ممكن نطلع فاصل، فاصل صغير، وهنرجع تاني ان شاء الله نستكمل مع بعض ونقفل طبق الفته. وفاصل ومستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية بعد الفاصل. قبل الفاصل احنا عملنا الرز، بس انا هوريكم هو برضو الحمد لله، يعني بصوا تشرب خلاص. هرفعه بقى من على النار، خدش وقت، حطه هنا كده. وبعدين انا هنا عندي ايه بقى؟ عندي الزبادي، عندي فص واحد بس من الثوم، فص واحد بصوا كده. وعندي كمية الزبادي، كوبايتين الزبادي. اهم
حاجه في الوصفه دي انه بيكون الرز سخن والفراخ سخنه بالصوص والزبادي بينزل ساقع فبيبقى كده طعم مختلف. طيب هعمل ايه؟ احط بس رشه خفيفه قوي من الملح كده، رشه بس، وبعدين هعمل كده بشوكه. اوعى تضربوا الزبادي في الخلاط هيبقى عصير. طيب عشان في حد قبل كده عمل كده وكلمتني قالت لي، فقلت لها لا احنا نعمله بس بالشوكه اللي هو ننعمه فنخليه ايه وبعدين يسقع بقى في التلاجة اهو. انا عايزاه كده يبقى خليط ناعم خالص كده. اللي مش حابب طعم الثوم في الزبادي ممكن يصفيه في مصفى ناعمه، بس بدل الثوم الباودر يعني افيد، يعني استفيدي بالثوم الني ده مفيد اكتر. اهو ده الزبادي والفراخ شغاله تمام، ريحتها روعه. خلاص كده هحطه بقى هنا في جنب. هبدا بقى عايزه اقفل الطبق بتاع الفته. معانا مدام احلام. يا اهلا اهلا، ازيك يا بنتي وحبيبتي عظيمه حبيبه قلبي؟ ازي حضرتك مدام؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه يا عظيمه؟ الحمد لله حبيبتي. تسلم ايدك على الحاجات الحلوه دي، بس مش قادرين يعني مش معقول ابدا. حبيبتي تسلمي لي يا رب. والله العظيم كل حاجتك جميله يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي ليا، تسلمي لي يا رب. زي اسرتك يا حبيبتي الحمد لله. البرنامج الحمد لله حبيبتي بخير. وايه يا حبيبتي جميله اللي بترد، كلكم محترمين والله العظيم. ربنا يخليكي يعني اسره محترمه فعلا يعني. تسلمي لي يا فندم يا رب. ربنا يطمنا عليكوا دايما يا حبيبتي كده وعلى حضرتك الحلوه دي. تسلمي يا رب. مش ناسي حضرتك في الاكل النباتي والله، ما تقلقيش. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. ان شاء الله كل شهرين مره كده. لا يا خبر ده، يا نهار ابيض، ده انا كل اسبوع انا باكل مشروم يعني. هو الكويس ليا البديل المشروم، وهو بديل عن اللحمه وكفايده كمان بالظبط. فعلى طول انا المشروم هو البديل بتاعي يعني حبيبه قلبي دايما كده. اه والله دايما دايما عندي كل حاجه. ما بياكلش لحمه، كله بياكل لحمه وفراخ وكله. انا الوحيده من مولوده كده حبيبه قلبي. ربنا يديم على حضرتك الصحه والعافيه يا رب. الله يخليك. عايزين برضو تفكرين يا عظيمه في النوجة جلاسيه لو تسمحي. اه من عينيا. حاضر. آه هنعملها. آه لانها هي قريبه للايس كريم بس. صح. على احلى كمان. على احلى. حاضر من عيوني. تأمريني. الله يخليك. من عينيا لحضرتك. ايس كريم الزبادي بيبقى جميل. هنعمل ان شاء الله يوم الاربعاء حلقه حلوه قوي عن الايس كريم. الاربعاء الجاي ده. اه باذن الله. كويس والله. ان شاء الله. تسلمي يا حبيبي قلبي. الف شكر يا عظيمه. تسلمي لي. ميرسي لمكالمه حضرتك، اسعدتيني. ميرسي لحضرتك جدا. طيب انا هعمل ايه بقى؟ حط اول حاجه العيش. هاخد بقى من ده على ده يعني كده. طبعا انا اللي هيعمله صحي هياخد من العيش اللي احنا اتفقنا اللي هو المحمص، بس مش المحمر اللي انا عاملاه. خلاص حبه كده حلوين. اوكي كده. وبعدين عندي هنا بقى الصدور. بصوا بقى الصوص ازاي ما نشفش. انا مهديه النار عليها. الصوص زي ما هو محتفظ بيه. الصوص ده انا هشرب العيش منه هيبقى الريحه عايزه اقول لكم حلوه قوي. التوم ملح وفلفل، ما عملتش فيها حاجه غير اني حطيت الصدور شوحتها رشه ملح وفلفل. ممكن ننزل بالمقادير لاصدقائنا اللي لسه ممكن يكونوا منضمين لنا دلوقتي. اخدت الصدور دي ورشه ملح وفلفل شوحتها في معلقتين زيت زيتون، وبعدين حطيت عليها حوالي 3 معالق كبار من الثوم المفروم، ورحت منزلاها في كوبايه من عصير الليمون. تمام. ايه بقى اللي عملته؟ ان انا هديت النار وسبتها تتشرب مع بعض، ورحت واخده العيش محمصاه سواء في الفرن او في او محمراه اللي حضراتكم تحبوه. وبعدين عملت شويه رز بسمتي، ما عملتش فيهم حاجه غير ان انا معلقه زيت وشوحت الرز وشويه ملح وخلاص. اما بالنسبه لخليط الزبادي فانا عملته دلوقتي بفص ثوم واحد، رشه ملح وكوبايتين من الزبادي، وعملتهم بالشوكه كده. وطبعا عندي لوز وزبيب ده للتجميل. طيب بصوا بقى الفراخ جميله ازاي. كنا بقى اخد طبق كده لطيف اقطع فيها الفراخ كده شرايح. في بابريكا بقى دي للتجميل، انا عاملاها جارنش يعني نكسر اللون الابيض بتاع الزبادي برشه من البابريكا، عشان هما سالوني دلوقتي في بابريكا هي دي الايه عشان كده. خلاص. وايه يا فندم؟ اه طبعا بتفرق طبعا يا فندم، اللمسه الفظيعه دي. طيب ناخد كده. مين؟ العين طبعا تاكل الاول طبعا.
الله الله الله. خلي الصوص ده بقى في الاخر، هي شويه دول هخليهم كده يستووا شويه، نقطع بقى الحلوين دول كده حاجات عشوائيه كده زي النساير كده. خلاص بصوا الفراخ جميله رائعه والريحه خرافه والطعم، انا لازم يعني حضراتكم اللي حابب يجرب حتى ولو في صدر واحد في كميه صغيره الدنيا هتختلف تمام. اهو بعدين هنا كمان تسويه رائعه، طعم الفراخ كمان مختلف عن المسلوقه. طب لو افترضنا احنا عندنا فراخ مسلوقه، ما طب ما اعملها كده يعني احط لها شويه عصير ليمون وفص ثوم واسيبها على النار تاخد غلوه كده مع الصوص ده، هيبقى روعه برضو. ناخد كده، انا دي بقطعها نساير صغيره عشان تبقى مليانه على طول الطبق، كل حد بياخد معلقه بياخد من الفراخ، ولازم يتاكل الطبق ده من فوق لتحت، يعني لازم اخد بالمعلقه واوصل لحد العيش عشان اخد العيش المحمص مع شرايح الفراخ مع الزبادي مع المكسرات، يتاخدوا كده قطمه واحده في كل المعلقه مشكله من كل الحاجات عشان تحسوا بطعمها بجد. انا هعمل كده بسم الله. بصوا كده اهو، وهاجي بقى من الصوص الحلو ده اللي احنا عملناه للفراخ. السماعه دي واسعه عليا ولا ايه؟ ها قولوا لهيثم السماعه دي ايه؟ واسعه شويه اه بتقع. بصوا بقى هسقي كده من الصوص الجميل بتاع اللي فيه الثوم وعصير الليمون عشان العيش كمان يتشرب، اهم حاجه العيش ما يبقاش طري، تتقدم قبل الاكل على طول عشان تاكلوها يبقى العيش لسه بيبدا يطرى لكن مقرمش اهو كده. يا لولي يا حبيبي لو انت شايف دلوقتي اما ارجع هعمل لك واحده والله معلش بقول لجوزي عشان هو يا حبيب قلبي بيحبها قوي يا حياتي هعمل لك لما ارجع والله. هاخد بقى الرز الابيض كده بسم الله. بصوا بقى الرز سخن ازاي وجميل، بصوا بسم الله نشوف بقى كده الكميه ايه اهو. المفروض بقى احنا نقدمه في بايركس، ليه بقى بايركس تحديدا؟ يعني عشان حضراتكم تشوفوا من الجنب هنا اللايرز اللي هي الطبقات بتاعه الرز مع العيش معنا، بس بقلبه لازم بقى اقلب الرز ده. بصوا بقى انا متعوده دايما اعمل الحركه دي في البيت لما اسوي رز واجي اخد منه الاقيه فيه كتله لازم افرفطه كده عشان لما اجي بعد كده لما يهدى الرز واخد منه يبقى بيساعدني ان انا اخد من الحله ما اقعدش اتك كده بالمعلقه علشان ايه كده. انا عايزه بس ابين شويه، ممكن نحط كمان كده الرز خلاص، هحط شويه من الصوص على الوش للطعم بس هنا فوق الرز، وهشيل بقى دي خلاص كده مثلا، حط الزبادي. معانا ام اسلام، اهلا وسهلا. الو اهلا وسهلا حبيبتي. حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله يا ام اسلام. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا روح قلبي. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. لا انا مش عايزه اسمع الصوت ده، انا عايزه اسمع الصوت الحلو ده ان شاء الله. عايزه اسمع الصوت اللي فيه اشراقه. ها ربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي، ان شاء الله يا روح قلبي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويحفظك. تسلمي ايدك يا رب. تسلمي يا رب. الفته جميله قوي. تسلمي يا حبيبه قلبي. ايدك على كل اللي انت بتعمليه والله يا عزيزي. ربنا يخليكوا ليا والله يا ام اسلام. عظيمه وفعلا عظيمه والله. حبيبه قلبي تسلمي لي يا رب ويسلم ذوقك. ربنا يبارك لك حبيبتي. ربنا يخليكي. بصي يا عزيمه انا عايزه اقول لك على حاجه لو سمحتي. قولي لي حبيبه قلبي. دلوقتي الطين البرشومي موجود. تمام. عايزه لو تعملي لنا حلقه عن مربى التين. من عيني. تجفيفه لرمضان يعني. من عيوني. مرسي من عيوني يا حبيبه قلبي. حاضر. اكتبي بعد اذنك يا ايه ومريهام. حاضر من عيني. التجفيف التجفيف والمربى من عيوني. اه. اكتبوا يا اولاد والنبي. حاضر حبيبه قلبي تأمري يا ام اسلام، واحنا اللانشون يوم الثلاثاء ان شاء الله.
مربة التين يا أولاد والتين المجفف. اكتبوا. شكرا جزيلا لذوقكم. اكتبوا عشان بحطها في بلان الأسبوع اللي بعده على طول عشان يبقى من أول طلبات اللي بتطلب. طيب هناخد بقى شوية من الزبيب الحلو ده. هنعمل كده. بسم الله. وبعدين شوية من اللوز المحمص الجميل ده، واحنا اتفقنا ان اللوز ما نحمروش، نعمله في الفرن. ازاي؟ انا بحط مع كوباية من الكاتل كأني بعمل شاي، ادلقها على اللوز ده هو بقشره، هسيبها نص ساعة، هرجع الاقي القشرة دي بقت كده وبقت عالية، اروح مفصصاه كده بايدي بايديا كده واشيل من عليه القشرة، اخده احطه في صينية واحطه في الفرن، هيطلع زيوت، كل المكسرات فيها زيوت مفيدة جدا، تطلع معايا تخليه بصوا طعمه وريحته غير عادية. رشة بقى البابريكا الأخيرة، اللمسة اللي هي بنكسر بيها اللون أهو. متأكدة بعد ما هياكلوا طبق الفتة ده هيناموا، هيناموا فورا، فاللي عنده شغل بعد كده بعد البرنامج نيجي معاه ما ياكلش من الفتة. طيب هوبا، حاضر. كده تمام. طيب اخده بقى، بسم الله، احطه هنا. اوكي، وده طبق الفته اللبناني اللي عملناها بالزبادي، عملناها بس بتسويه مختلفه لصدور الفراخ، اتمنى يا رب انها يعني تحوز اعجاب حضراتكم. طيب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل كوكيز صحي لاصدقائنا اللي كانوا طالبين وصفات كده للكوكي الصحيه، لكن بصوا بقى كميه الحاجات اللي احنا هنستخدمها هنا هقول لحضراتكم. ننزل بقى مقادير الكوكيز الشوفان الصحي. انا هستخدم معاه موزه، وممكن مكان الموزه دي يبقى تفاحه بوري اللي هي مسلوقه وسلقتها في ميه وفانيليا وهرستها وسبتها تسقع ومن غير الميه بتاعتها. معانا مقادير الكوكيز اهي، عندي موزه وعندي بيضه وعندي معلقه كبيره من الفانيليا السايله، عندي 3 معالق كبار من الزبده اللي هي زبده الفول السوداني. زبده ايه؟ الفول السوداني احنا عملناها نستخدمها بقى. عندي معلقتين كبار من العسل الابيض، عندي كمان معلقتين كبار من دقيق القمح، اذا لا قدر الله مش حابه دقيق القمح استخدمي الدقيق الابيض، بس في الوصفه دي هيكون نسبته قليله قوي نسبه للشوفان وللجنين القمح اللي احنا حاطينه. احنا عندنا كمان كوبايه ونص شوفان، 3 معالق كبار من الزبيب، معلقة صغيرة من القرفة، معلقتين كبار من جنين القمح، معلقتين كبار من حبوب الكتان تتباع عند العطار، الحاجات دي كلها موجودة عند العطار. وعندي شوكلت شيبس الدارك اللي هي الصحية. خلاص أقول تاني، عندنا موزة وعندي بيضة وعندي معلقة فانيليا سايلة، 3 معالق كبار زبدة الفول السوداني اللي عملناها قبل كده، عندنا معلقتين كبار من العسل الأبيض، معلقتين كبار من دقيق القمح، كوباية ونص من الشوفان، 3 معالق كبار من الزبيب، معلقه صغيره قرفه، 2 معلقه كبيره جنين القمح، عندي معلقتين كبار من حبوب الكتان، وعندي شوكليت شيبس الدارك اللي هي الصحيه. خلاص دي الكوكيز الشوفان الصحي، هنعمله بطريقه سهله ولطيفه ان شاء الله يا رب تعجب حضراتكم. خليني ايه اخد البوله الكبيره دي، انا هعجنه كله بايدي، مش هحاول استخدم فيه العجان ولا حاجه. بسم الله، نشرب بس البولة حلو كده. أول حاجة هاخد موزة. الموزة دي ممكن أستعيد عنها بإيه تاني غير الموزة؟ التفاح، الكمثرى، أي نوع فاكهة استخدموه. يعني التفاح لو قلت لحضرتك تسلقوه يبقى مسلوق لازم. اديني إيه؟ فين في شوك تاني يا ولاد؟ ها؟ شكر؟ شوف لنا كده. طيب لازم يتسلق. يتسلق يعني معناها ان انا احطه في شويه ميه واقطع 4/4 التفاحه دي بعد ما اخلي طبعا البذر فيها واسيبها ايه تغلي مع على النار، بعدين ارفعها كده بالشوكه واسيبها تهدى اهرسها دي هي دي اللي انا اقصدها. معانا مدام سميره، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا فندم. ازاي صحتك؟ ايه ايه الجمال اللي انت عاملاه ده؟ الله يخليك يا فندم، تسلم ذوقك.
والله ما شاء الله عليك حبيبه قلبي، حاجه عسل كده عسل، وانت جميله والله ما شاء الله عليك. الله يخليك يا فندم، ما تحرمش من حضرتك. والله جميله الفته دي وشكلها عسل كده تفتح النفس. يا روحي اتفضلي معانا والله يا حبيبه قلبي. يا رب يخليك، تسلم ايديكي، ده انت عسل. تسلم يا رب، يا بخت حماتك بيكي. يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. والله نفسي يبقى لي كده مرات ابن زيك كده عسل يا حبيبه قلبي. انا اعتبريني بنتك بقى، اقوى العلاقه تبقى اقوى. طبعا حبيبتي، طبعا والله انا بعتبرك زي بنتي فعلا بالظبط. والله ما ليها علاقه بالسن، حتى لو انتوا صغيرين. انا والله بشوف ناس ببقى عايزه اقول لهم انتوا جمال، انتوا ما شاء الله عليكم بجد. فانتوا انا عندي زيك برضو، ما انا عندي زيك ما شاء الله. ما شاء الله، ربنا يخليكي ليهم يا رب ويخليهم. يا رب يخليك يا حبيبتي وتسلم ايديك. تسلم يا رب. هقول بقول لك على حاجه، بصي انا عندي المكنه بتاعتي العيش دي اللي هي بتخبز العيش دي. حلو، واخده بالك؟ تمام. فعايزاكي تقولي لي على طريقه، يعني طريقه عجينه حلوه اعمل بيها اللي هي المكرونه بقى الحلوه النظيفه دي. من عينيا. اللي بتتعمل عليها. حاضر، احنا هنعمل يوم نعمل عجينه المكرونه من الالف للياء، صحيه وغير صحيه. بس عجينه تكون حلوه كده، يعني تميزيها، يعني ميزها عن اي عجينه ثانيه، واخده بالك؟ فهمتك، حاضر، من عينيا. واخده بالك؟ من عينيا. تأمريني يا حبيبتي. حاضر، اكتبوا يا اولاد بعد اذنكم، من عيوني. تسلمين يا مدام سميرة ويسلم ذوق حضرتك. طيب أنا حطيت إيه؟ الموزة هرستها بالشوكة أهي، حطيت البيضة، حطيت عليها معلقة الفانيليا، وبعدين هغي بقى إيه؟ أبعد الثوم ده هنا كده. عندي زبدة الفول السوداني. حاضر. آدي زبدة الفول السوداني أهي. خليني بس أخلط الخليط ده الأول كده مع بعض. هو سهل ويتعمل بالايد يعني ما فيهوش حاجه، بس هو قيمته الغذائيه رائعه. عايزه اقول لكم بذور الكتان دي في ناس بتغليها، هي شكلها، هي خليني اوريكم شكلها. ده دي بذور الكتان اهي، عامله زي حبوب السمسم كده بس هي اصغر وانعم وبتلمع. وده لونها، ده لما بيتغلي على النار في ميه، في ناس بتعمله للشعر، ماسكات للشعر، عايزه اقول لكم خرافي، حلو جدا جدا. لكن احنا بنحاول ندخل في الكوكيز الحاجات اللي احنا مش هنقدر ناكلها في العادي، بس هو ككوكيز يعني. ودخلت عشان كده الشوكليت شيبس عشان برضو ايه يبقى في حاجه بتكسر. خليني بقى ايه اعمل كده، وبعدين ابدا اضيف عندي هنا العسل الابيض مكان السكر. انا مش هحط سكر بقى، خلاص خلاص. ده حاجه كده يتاخد مع القهوه، يتاخد مع النسكافيه الصبح. في ناس تحب تاكله كسناك طول اليوم، ما كلتش مثلا وعايزاه كحاجه تسندها، يبقى مفيد جدا. طيب الاطفال هنعمل لهم، صدقوني بصوا انا مش هنسى الاطفال، سواء الاطفال اللي عندها سمنه او الاطفال اللي عايزه غذاء تغذيه، عايزه حاجات فيها مناعه تقوي المناعه، هنعمل كل الحاجات دي، انا مش ناسيه. هحط بقى طبعا القرفه اول حاجه، وبعدين باقي اللي هي جنين القمح. الحاجات دي مفيده جدا، جنين القمح ده يا ريت تجيبوه حتى للاطفال الصغيرين، اعمارهم صغنونه من بعد سن السنه، جيبوه بيتباع علب كده في مكان معروف قوي، اسالوني وانا اقول لكم. ممتاز. جيبوه خلوه على معلقه، على بدل ما تاكلوه الحاجات اللي هي من الصيدليه تشتروها، اكلوهم حاجات مفيده. يعني اعمل لهم ده على الزبادي، حطيه له على الزبادي، افرميه له على موزايا، اكليه له مع حاجه، يعني غيروا شويه واكلوا الاطفال حاجات مفيده. طيب انا بقلب كده شويه مع بعض، هحط بذور الكتان اهو. يبقى انا حطيت البيضه، حطيت زبده الفول السوداني، حطيت العسل، حطيت الفانيليا، ادي الشوفان. بسم الله. سهله قوي، انا مش هعمله يعني غير على ايدي، يعني انا مش محتاجه. واحط الشوكليت شيبس كمان. هنعمل كمان عصير لطيف جدا للولاد. اوكي اتفقنا اهو. طب تمام، خليني بقى البس الجلاف. انا هعمله طبعا بلع، بس انا عايزه ايه انزل اللي في الشوكه ده باساسه اهو، عشان بس اخلط الزبده مع الخليط ده كويس. خلاص بصوا اهو، تشيك. اوكي
ده صحي 100%. وبعدين في حاجه كده فاكرين اسمها الجرانولا، دي بقى للفطار الصبح بدل الحاجات اللي بيجيبوها في علب كده اللي هي رقائق الذره بتاعت الاطفال دي اللي مودينا في داهيه دي، في الساده منه كويس، رقائق الذره لوحدها كويسه، بس الحقيقه في انواع تانيه كده انا شايفاها لا، فنقدر نعملهم الجرانولا دي، بيبقى فيها كميه حاجات مفيده رائعه. هعمل كده بال بتاعه الايس كريم، اخد كده اشكل وحدات صغننه كده. ايه الحاجات الحلوه دي بس، ونبعد المسافات كده يا ولاد عشان هي هتفرش شويه في الفرن. حاجات صحيه، كوكي الصحي بالشوفان للناس اللي هي حابه حاجه صحيه. انا بصوا انا بحاول والله يعني البي كل اللي حضراتكم بتطلبوه وفي اسرع وقت ممكن. عايزين نعمل ان شاء الله هنعمل حلقه عن التوست، نعمل توست بني، نعمل توست اتفقت معاكم بالموز اللي بايظ عندنا، الموز اللي هو اسود بقى وخلاص اتهرى ده، نستخدمه بقى نعمل منه احلى توست. نعمل توست الابيض، شويه حاجات كده لطيفه كام واحده هنشوف دلوقتي. تمام، اوكي ممكن تجيب واحدة دي صغنونة معانا. غالبا ممكن يعمل لنا تقريبا 12 واحدة، الكمية دي 12 واحدة، 12 كوكي هي. هنحطها بقى في الفرن حرارة 180، ممكن لو الفرن حامي قلل الحرارة عن كده يبقى 160، وهسيبها من 25 دقيقة يعني، وهتابع لان هي هتفرش وده هياخد لون، فانا خلاص مش محتاجة اكتر من كده، هوريكم شكلها. بسم الله، اهو هقفل وهوريكم الشكل بتاعها، اهو ده شكل الكوكي. عايزة اوريكم برضو ان هي، بصوا نقرب بس عشان اوريهم ان هي من جوه مش ناشفة، هي طرية ماشي. دي الكوكيز الصحيه اللي بالشوفان، عملناها بالعسل الابيض والشوفان وبذر الكتان وجنين القمح، وحطينا شوكليت شيبس جواها يعني الخام، شوكولاته الخام، علشان تبقى حاجه مميزه. يعني انا رايي ان احنا الحاجات دي ممكن تتحط في علبه للناس اللي حابه تحافظ على الدايت، وكمان علشان ممكن تبقى معاها كسناك في الشغل، هي حاجه جوه العلبه. طيب احنا ممكن دلوقتي استسمح حضراتكم ان احنا نطلع فاصل ونرجع ان شاء الله بعد الفاصل، مستنيه حضراتكم نعمل معانا العصير اللي احنا هنعمله. فاصل ومستنياكم. ورجعنا لكم مشاهدينا مره ثانيه بعد الفاصل. قبل الفاصل احنا طلعنا الكوكيز ووريت حضراتكم ان هو الحمد لله من جوه طري وفيه سنه كده تروع، رغم ان احنا يعني مش حاطين فيه لا زبده ولا حاطين، احنا عاملينه كوكي صحي جدا بس طعمه حلو قوي، انا دقت حته. وفي كمان العصير اللي هنعمله دلوقتي عصير لطيف، بما ان في موز برده فاحنا ممكن نستخدمه نعمل ميلك تشيك بالموز بشكل لطيف جدا. هنحط له بس زبادي وعسل علشان مش عايزين نحط بقى سكر كتير، لو في امكانيه ان احنا نستخدم العسل الابيض يبقى طبعا يا ريت نستخدمه، خصوصا كمان للولاد. فاحنا هنعمل ملك تشيك الموز، هو عباره عن 2 موزه، عندي مثلا 4 معالق كبار من العسل الابيض، وعندي كوبايه وربع لبن وكوبايه زبادي. هنشوف كده احنا على حسب ده يعمل كده كميه حلوه لطيفه. نقول تاني، 2 موزه، 4 معالق كبار من العسل الابيض، وعندي زبادي، وعندي كوبايه ونص تقريبا من اللبن. هنشوف بقى احنا هنحتاج قد ايه، عندي تقريبا كوبايه زبادي.
فدي مقادير ملك شكل موز. انا ممكن اضيف معاهم شوكولاته، انا ممكن على الخليط ده اضيف معاه معلقه من الشوكولاته القابله للدهن اللي احنا عملناها، او معلقه من زبده الفول السوداني اللي احنا عملناها بالشوكولاته، او احط معاها شوكليت شيبس خام تدي طعم حلو قوي مع الموز. طيب دول ثلاث اختيارات اهو علشان ايه الولاد، فخلينا ايه ندعمهم. الشوكولاته كمان بتساعد على ان هم يبقى عندهم انرجي كده وطاقه حلوه، خصوصا كمان ساعه المذاكره، بس افضل الشوكولاته الخام. جيبوا نوع حلو وقطعوا لهم منهم كيوبس كده واعملوه لهم ياكلوا منه اثناء المذاكره. احنا كنا زمان، انا فاكره وانا صغيره كان بابا حبيبي الله يرحمه كان بيعمل معانا كده، بس كان يعني الشنط دي بتيجي كنا كلنا لينا تايم كده في وقت المذاكره لازم على فترات ناخد الشوكولاته دي وناكلها، بتبقى صحيه حلوه قوي. طيب انا هقشر الموزه كده، بسم الله اقطعها كده، انا احط 2 موزه اشوف هيعملوا خليط كويس. عايز اقول لكم قشره الموزه دي حلوه قوي للبشره، يعني لما تقطعوا حته منها كده وتعملوا بيها وشكم مفيد جدا، بس لمده 10 دقائق بشكل دائري، بيمنع الخيوط والتجاعيد دي، فقشر الموز ده مفيد جدا جدا، مش بس الموز يعني كده. عندنا بسم الله العسل الابيض، التحلية دي ترجع لكم، بس انا افضل لو هزود عسل احسن من لما ازود سكر. طيب هحط الزبادي الاول، لان الزبادي ده اولا هيتحول يبقى زي العصير، وبعدين بناء عليه ازود اللبن قد ايه الكميه بتاعته على حسب كثافه العصير اللي هيطلع معايا ان شاء الله. بسم الله، اتفقنا ان احنا ممكن نضيف شوكليت شيبس او زبده فول سوداني بالشوكولاته، او نحط معاهم كاكاو خام، اي حاجه انتوا عايزينها. بصوا انا ما احتجتش الحقيقه ازود لبن كتير خلاص، لان الزبادي زي ما اتفقنا اول ما بيتضرب في الخلاط بيصبح زي السائل، زي بصوا القوام بتاعه حلو وجميل، ريحته حلوه قوي. ممكن اخد بقى شريحتين مثلا هنا من الموز كده. وده ميلك تشيك بالموز. على فكره احنا ممكن كمان اقول لكم على حاجه لطيفه جدا، ممكن نضيف مع الموز والزبادي بوله واحده من ايس كريم الفانيليا، هيبقى طعمه حلو جدا 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 والولاد هيحبوه جدا. لو هم حابينه حاجه بالشوكولاته دايما روحوا للحاجات اللي بالشوكولاته. عملنا ايس كريم بالشوكولاته، خد منه بوله وحط عليه اللبن وحط عليه العسل وحط عليه الموزايه واضربهم مع بعض، هيبقى طعمه غير عادي وهيستفيدوا بحاجه طبيعيه 100%. ما فيهاش الحاجات اللي احنا بنشتريها جاهزه، يعني الباودر الجاهز والحاجات الكاكاو اللي بنشتريه في علب جاهزه، هم مش محتاجين. حتى لو استخدمت الكاكاو الخام هيدي تيست طعم حلو قوي وهياخدوا فايده منه كتير. خلينا دايما نفكر في الحاجات اللي فيها افاده اكتر لينا. سعيده بكل المكالمات اللي جات لي من حضراتكم، كتبت ان شاء الله كل الحاجات اللي جات لي النهارده طلبات منكم على عيني وعلى راسي من عيوني، حاضر هنعملهم. بشكر كل مشاهداتنا الكرام اللي اتصلوا بيا، بشكر كل مشاهدينا مشاهدي قناه المحور ومتابعي برنامج مطبخ عظيم على الاخص في كل مكان في كل انحاء العالم، من هنا لحد ايطاليا، في السودان وفي تونس وفي الجزائر وفي ليبيا كمان، تحية كبيرة ليكم. كل الدول العربية بلا استثناء حبايبنا، بشكركم جدا، وطبعا داخل مصر في كل حتة تحية كبيرة ليكم. من هنا لبكرة أشوف حضراتكم على ألف خير، والسلام عليكم.